طبعا احنا نبني ترتيبنا على كوانغ وفلافس، هم طبعا اسياد هذا الجهاز، فننتظر ذيلي طبعا الاشهر موجودين في العالم على هذا الجهاز وخبرة كبيرة. فلافس وامس كان بطل الارضي وحصل على الميدالية الذهبية، طبعا خبرة كبيرة. خطأ بسيط بسيط يعني قد لا يعني يأثر عليه، وطبعا في النهاية راح ننتظر القفزة الثانية. كودزي نعم لاعب خبرة كبيرة في الملاعب في الأولمبياد بطولات العالم، واسمه من أشهر الأسماء الموجودة في عالم الجمباز. طبعا الخطوة هذه يحصر منها 13، ولكن كتكنيك حلو ونازل بأداء وايد تمام. الخبرة طبعا تفيد كثير في هذه الحالات، خاصة إذا شفت اللاعبين اللي قبلك تفوقوا ودرجتهم عالية. نعم. فإذا هو ما يمسك أعصابه ممكن أنه طبعا يخسر درجات أكثر في الخصومات. هذه القفزة 1575 كوتزي. يعتمد على القفزة الثانية، لأن في زملاء حصلوا على أكثر من كذي، لازم يحسمها اليوم ويحصل إن شاء الله على ميدالية ثانية. ارتكاز اشتكز، ممكن لحد الآن إنه ممكن يعني يدخل. ريتزي غوانغ هذا من لا طبعا الروماني، ما زلنا في الروماني. القفزة الثانية هي فلافيوس كودزي 1575 القفزة الأولى. طبعا احنا كحكام المفروض نعرف رقم القفزة، وطبعا قانون جديد نزلوا درجة كاملة من كل حركة، ففي السابق اللي كانت 7-4 الآن صارت 6-4. ليش كابتن سلام؟ وصلت يعني مقارنة في الأجهزة الثانية أصبح يعني درجة القفز أكثر بكثير من درجات الثانية الأجهزة، فأعتقد يعني زيادة صعوبة هي ولا يعني كشكل كمتطلبات. كشكل لا كشكل يعني إن اللاعب مثلا في أجهزة ثانية على 16 14 800 ما أعتقد إنه ما يقدر يدش في